مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة، جمعة مباركة بالخير والبركة عليكم. رانا وجدنا باش نديرو الروس، مرقة حمراء هذا الروس. انا عندي شوية تاع الكويس وشوية من الصدر قطعته دي غوندال، وبالنسبة للزيت درت ربع مغارف تاع زيت، والثوم خليته حب باش تشوفوا، شوية تاع البصل قطعناه هكذا خشين ما ننسبش نغرقوه ولا نرابيوه، وعندي 5 حبات سرودية قطعتهم دي غوندال. ورانا حين بننا الرز تاعنا بالجلبانه، ودرنا طوماطيش 5 حبات نحينا لهم الزريعه ورابيتهم، وندير مغرفه تاع قهوه تاع طوماطيش. وبالنسبه للتوابل عندي شويه كمون ومغرفه كبيره تاع العكري وشويه تاع فلفل الكحل، ونبداو على بركه الله نحطوا هذا الدجاج يتقلى. بسم الله، حنا نقلي نديرو هذاك البصل مع هذاك الثوم، وانا الثوم درتو دي غوندان وكلو كلش يتقلى على نار هاديه. حنا رانا نقلي ونزيدو هذيك الجلبانة نقليوها مع هذاك البصل والدجاج. أنا هنا راني حنخدم بالروس بسماتي، قلتلكم درت الماء، وهذا الروس 9 دقايق يكون طاب، ما ينسبش نخليه يعني يتحرحر، يا خلو كلش يتقلى غير على نار هادية. بسم الله، كيما راكم تشوفوا حنا مازلنا نقليو ونديروا هذيك الطوماطيش المرابيه ونخلو الطبق غير على نار. بسم الله، ونديروا التوابل ونحركوا. بسم الله، ونزيدوا الملح على خاطر حنا درنا في الروس تاعنا الملح ما كثرش. كيما راكم تشوفوا حنا هذيك الطوماطيش تلقت، وراني رايحه ندير تمريقه غير صغيره. كيما تعرفوا الدجاج ما يشدش وقت كبير في كيما راكو تشوفو، الروس تاعي طفيتلو وراني رايحة نصفيه، ما يلزمش نخلوه يعني يطيح لنا كامل. قطرنا الروس تاعنا وشلناه، ونقولكم نديرلو مغرفة تاع لامارغارين ونخليه غير على نار هادية. بسم الله، حنا نقولكم راني رايحة ندير هاديك المغرفة كبيرة تاع الطوماطيش، ونخلو الطبق تاعنا يتجمر ونعاودو نولو ان شاء الله. حنا رانا ولينا باش نقول لكم واش راني حنزيد ندير لهذا الروس. راني راح ندير للمرقه تاعي هذيك زعيطره تزيد تعطي بنه في لاصوص تاع الروس تاعنا. كيما راكم تشوفوا حنا كلش طاب لنا، وحنا هذه المرقه تاع الروس ونقول لكم راني رايحه نرميها فوق الروس، ونقول لكم يعني كلش طاب، ونوريكم الطبق حاضر في صحن التقديم. هالطبق تاع نهار اليوم اللي حضرته معاكم، ونقول لكم رز بنه كبيره، وهذيك الجلبانه وهذيك الزروديات هي اللي زادت بنه نتنا في الطبق تاعنا، وان شاء الله ديروه للعائله تاعكم وتاكلوه بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم الصحه فطوركم وفي امان الله.